هل قد مرة فكرت وش ممكن يصير لو علقنا في الميتريكس؟ تخيل انك تلبس نظارة الواقع الافتراضي عشان تلعب لعبة وفجأة اوف ما تقدر تطلع، مهما حاولت تشيل النظارات مو قادر اصلا تحس فيها وكأنك انتقلت لبعد ثاني. ويل هذا كله هو المزيد موجود في عرض جديد وعجيب نزل على اليوتيوب قبل فترة او تقريبا اسبوع اسبوعين من تسجيل الفيديو، اسمه ديجيتال سيركس. هذا المسلسل الغريب اللي نزل في تاريخ 14 اكتوبر كان من احلى الاشياء اللي شاهدتها من فتره طويله. صح اني قبل ما اتابعه كنت رامي عليه انطباع اول مثل بوبي بليتام وبان بان وكل الالعاب المخيفه اللي تكون ملونه، بعدين يكون او ماي جاد هم اصلا اشرار، او ماي جاد اللعبه اصلا مرعبه، واو مره انصدمت، حسيت الشيء يتكرر كثير. لكن اكتشفت انه مختلف كثير ويستاهل اني اعطيه فرصه، لانه الشغل اللي كان عليه بالانيميشن ورسم الشخصيات وكل شيء صراحه شغل محترم. تبدأ الحلقة بشخصية اسمها كين، اللي هو هذه اللثة الغريبة اللي دخلها عيون تطير بالهواء، وهو مدير السيرك. وبرضو كين معه مثل فقاعة عندها أسنان حادة اسمها بوبوف، لسبب ما هذه الفقاعة تذكرني بذيك الوحوش الشريرة بماريو اللي عندها أسنان، حسبتها صراحة هي نفسها بس طلع مو نفسها. وأتوقع إنه بوبوف هو مساعد كين أو شيء دائما يكون معه. ففي البداية يجلسون ويعرفونا على السيرك والشخصيات الباقية، وهذا لهم بالترتيب: جانجل، زوبل، كينجر، راغذا، جاكس، وكافمو. والشخصية الأخيرة ما حضرت لسبب ما، فكانوا حاطين له لوحة إبداعي عشان مو موجود. ولسبب ما أغنية البداية كانت تعلق بشكل غريب في بعض اللقطات وتقعد تتكرر. وكمان فجأة رسمت هذه الشخصية المجهول هويتها، وهي بنفسها منصدمة ومتفاجئة وتقول وين أنا؟ وإيش السالفة؟ وفجأة نشوف باب خروج أحمر أول ما حاولت الشخصية تطلع منه اختفى قبل ما حتى توصل له. وكمان وردة عالقة في الأرض لسبب ما، وكأنهم داخل لعبة مقلتشة أو شيء كذا، تطلع بجدار تنزل تطلع تنزل. بعدين وقفت الأغنية فجأة لأن الشخصية المجهولة انصدمت بالبقية كلهم وصارت حوسة، ومسكينة بالقناع انكسر قناعه وصار يبكي من أول حزني. بعدين قام الأرنب يقول لكين اللي هو المدير حق السيرك، هل هذه واحدة من الام بي سيز حقينك ولا هذه شخصية جديدة؟ ونكتشف أنها فعلا بشرية وأول مرة تدخل هذا العالم، ونلاحظ أنها تحاول تخلع نظارات الواقع الافتراضي لكن لسبب ما تقدر، ولا كأنها أصلا تحس فيها، لأنها نشوفها تمسك وجهها بكل سهولة وكأنه ما في شيء يمنعها. شيء غريب. فبعد فترة من الهلع والصراخ قامت تسألهم كيف أطلع؟ فردت عليها راغذا لا تنفزعي أوكي بس ما تقدرين تطلعين. فمن كثر الصدمة البنت ما عاد تبي تصدق وصارت تقول هذا حلم وأنا بس لازم أمشي معاكم لين أصحى صح؟ والأرنب يسلك لها باستهزاء، واضح انه جالس بهالعالم من وقت طويل. فبعدين اخذها كين بلف حول هذا العالم، ويوم كان يوريها خارج الخيمة العملاقة بدأ يعلق. Ball pits, mini golf, and more. ما أدري إذا هذا المكان آمن مع كمية الجلتشات اللي قاعد تصير فيه صراحة. بدأ تجيني شعور غريب وأنا أتابع بهالوقت. وفي أماكن ثانية مثل الزحليقة المائية أو الملاهي، لكن ما راح يزورونها بهالحلقة سو مش مهم كثير. وفجأة يأخذها لمكان غريب مختلف عن باقي الأماكن، مكان اسمه The Void. ومعنى The Void هو الفراغ، حرفيا مكان فاضي ما فيه أي شيء. ويقول كين البنت وهذا هو الفراغ، وإحنا ما نجي عند الفراغ لأنه حتى أنا ما أدري وش فيه. فعرفنا إنه في شيء مجهول حتى هو ما يعرفه، فمين يدري وش هناك؟ ايش تتوقعون؟ ويوم تأكدت أنا من صندوق الوصف تبع واحد من الفيديوهات السابقة لهذا الكرتون، لأنه كان في أكثر من فيديو يعني قاعدين ينزلون تحميس لهالحلقة، كان مكتوب إنه كين هو عبارة عن ذكاء اصطناعي خرج عن السيطرة، يعني هو ما هو إنسان. وهذا الذكاء الاصطناعي في هذه الخرافة أو هذه القصة أو ما أدري إيش سالفتها، يسجن 6 أرواح بشريين ويجلس يعذبهم حتى نهاية الزمن. فصراحة ما أدري مين اللي يفكر بقصة زي كذا أو خرافة زي كذا، أو ما أدري هي جاية من ديانة من الديانات أو شيء. بصراحة مرعب فكرة ان ذكاء اصطناعي يمسك ارواح بشر يعذبهم يا بابا. المهم بعدين يرجعها للمكان، ومن سرعة الانتقالات البنت تقيأت. اوكي ممكن تقولون لي ليش هذا الشيء ذكرته؟ هو مو مهم صح؟ لا هو مو مهم، لكن ذكرته عشان اوريكم هاللقطة وتنصدمين معي. شوفوا Why are you like this? يا بابلز هو الشخص الموكل لينظف الأرضية، وخلينا نقول طريقتها كانت مبتكرة. بعدين ننتقل للقطة اللي يسألها عن اسمها، ولسبب ما البنت مو قادرة تتذكر اسمها أبداً، وكأنه في جزء من ذاكرتها تم مسحه أو كتمه بطريقة ما، شيء غريب. فقرر إنه يجيب جهاز يختار أحرف عشوائية عشان يطلع لها اسم، وطلع لها اسم. What do you think of... You're right, terrible. Let's try that again. وطبعا ما عجبها الاسم فرجع دورها مرة ثانية لين طلع معانا اسم بومني، اللي صراحة جدا اسم لطيف. I love it. بعد كل هالحوسة واللي لسه ما فهم منها شيء ولا حتى بومني فهم ايش وضعها وايش سالفتها، صارت وقت أول مغامرة.
وكانت المغامرة الأولى هي أنهم يطاردون كائنات غريبة اسمها جلوينكس. يا صراحة أنا أحب المسميات اللي بهالكرتون، يذكرني بسيدة برتقالة وملعقة وشيء شوكي. ويقول لك إنه هذه الكائنات الغريبة اللي هي الجلوينكس هي عبارة عن أشكال هندسية صغيرة تحب تسرق أي شيء تمر من جنبه. ونلاحظ إنه في نجمة تسرق الأوراق من القمامة لسبب ما، أو المكعب اللي حرفيا سرقت طاولة بكبرها ولسبب ما الطاولة تدخل بالأرض عادي ولا كأنه في مشكلة. هنا بومني أكيد لسه مرة مستغربة ومو فاهمة وش قاعد يصير حوالينها، وتسأل إيش كان معنى كل هذا الكلام؟ وترد عليها راقدة اللي بالمناسبة هي مفضلة عندي لأن تصميمها جدا لطيف، تقول لها هذه المغامرات هي بس أشياء تشغلنا عشان تعرفين ما ننجن. فقرروا يشيكون على الشخصية اللي كان اسمه كافمو، نفس الشخصية اللي ما ظهرت في أغنة البداية اللي كان حاطين لها لوحة. وبالطريق كانت بومني تسألهم لأنها لسه مو قادرة تستوعب، حرفيا كيف يقدر يلومها، ليش أنتم جالسين تروحون في هذه المغامرات بدل ما تدورون على مخرج من هذا المكان؟ وترد عليها راكدة كنا نسوي كذا على الأقل في البداية، بس بعد فترة تستوعبي إنه فعلا ما تقدري تطلعين، وكون الشخص يلاحق هدف مستحيل يحققه أو يوصل له يبدأ يخليك تنجنين أكثر وأكثر، وبعدها تصيرين تتسألين وش الهدف بكل هذا؟ تبدأين تخسري منظورك لنفسك ومين كنتي وليش أنتي أساسا حية؟ ولما توصلي لنقطة الانهيار ممكن يحصل شيء جدا سيء. أحا اللي نستنتجه من هالكلام إنه كل الشخصيات فعلا حاولوا يطلعوا أكثر من مرة لن تقبلوا الأمر الواقع وتعايشوا مع الموضوع لفترة طويلة. ومن كلام جاكس في البداية كان يقول إنه عالقين هنا منذ سنين، يعني مو كم ساعة أو كم يوم، لا سنين. وبومني طبعا ما أخذت الموضوع بشكل جيد وشكلها شوية بتنجم من نظرات عيونها. لما يوصلون لغرفة كافمو ويدقون الباب ما يرد عليهم، ولكن لحسن حظهم جاكس معهم مفتاح لكل الغرف واللي هو شيء غريب، لكن أيا كان يفتح الباب ويدخل واللي يشوفه شيء هو شيء ما أدري شو هو، يبدو وكأنه فيه مخلوق مقلدش جدا وكله عيون داخل الغرفة. والاستنتاج هو أنه كافمو كان يفكر بشدة بالخروج من هذا العالم لدرجة وصل إلى الجنون وتحول لهذا المخلوق الغريب والمخيف. فيطلع هالمخلوق المقلدش من الغرفة ويهجم على راكدة المسكينة ويصقع فيها الجدران مليون ألف مرة. ونلاحظ أنه بعد ما ضربها صارت هي كمان تقلتش كثير وكلامها بالقوة ينفهم. بمعنى أنه حرفيا مثل العدوى، أي أحد راح يلمسه راح يتأثر. وهذا اللي فعلا صار يوم بومني كانت تحاول تساعد راكدة، بس أول ما مسكتها انتقل الجلتش إلى يداتها، فظلت بومني تجري وتجري وتجري لين قدرت تتفادى الوحش. بعدين نشوف كينجر وغانجل يطالعون في حفرة سوداء بالأرضية ويسمعون صراخ زوبل، اسمائهم يا أخي ضحك إيش هذا، اللي هي هذيك الشخصية الغريبة اللي كأنها قطعة مختلفة، لأنه في لقطة سابقة أنا ما ذكرتها الجلوينكس فيها شالوها وسرقوها كذا بجسمها قطعة فكله تفكف وقام يجرم فيها، مسكينة حسها كل واحدة تعذب. فبعدين كلهم نزلوا بالحفرة بعضهم بالغصب ويلاقون وحش كبير وغريب وكأنه دودو عملاقة جالسة تأكل كل الأشياء اللي سرقتها الأشكال الهندسية أو الجلوينكس. عبال ما هالشيء قاعد يصير رجعنا لبومني وهي جالسة تدور على راكدة في الممر، ولقتها في الأرض جالسة واضح إنها قاعدة تتألم كثير لأنه الكلام بالقوة يطلع منها. وبومني كانت تعتذر لها إنها هربت بس ما كانت تدري شو تسوي، لكن راكدة قالت لها عادي ما في مشكلة بس لازم تنادين كين عشان يحل لنا المشكلة ويرجيني طبيعية. فراحت بومني برا وهي تنادي وتدور عليه بكل مكان، قامت تفتح أبواب كثيرة، مرة يطلع لها بوكس، مرة يطلع لها بحر وأسماك، مرة طلع لها هالشيء الغريب اللي كأنه لعبة الأحصنة حق السيرك فوق بعض مع صدى صوت أطفال في غرفة سوداء، حرفيا أجواء باك رومز. مرة يطلع هالشيء الغريب اللي بغى قلبي يطير أول مرة شفته، وبوكس مرة أخيرة. بعدين رجعنا للبقية وشفنا وش صار مع كينجر وغانجل وجاسك مع دودا، وحرفيا الصوت حق دودا كان من أكثر الأصوات المزعجة في حياتي. يعني صحيح دودة عملاقة وبحش أكون بيكون صوتها كذا ثقيل ومدري إيش، بس حرفيا ما كنت قادر أفهم ولا كلمة تنقال، كنت لازم أشغل الترجمة عشان أعرف. بس باختصار كانت هذه الدودة هي الملكة للجلوينكس، ما أدري ليش في دودة هي ملكة أشكال هندسية، ما أدري أنا ليش قاعد أحاول أدور منطق. كانت تقول لهم الدودة مين أنتم عشان تجون عند عرشي ومدري إيش، وجاكس يقول لها المفروض تأخذون إذني إذا كنتوا حتخلوني أشوف شيء بهالقبح. والله ما لومه. بعدين شفنا زوبل وهي متبعثرة وما زالت مخطوفة، ما ساعدوها الحين، جا كينجر بينقذها وحط يداته عليها، لكن اللي يبدو انه يداته ايضا تم سرقتها وصارت تتحرك منفصله عن جسده وكانها مجرد قفازات. كمان نلاحظ انه واحده من الاشكال صارت كمان تقلتش بشكل غريب، غالبا عشانها انضربت من الكائن المقلتش هذاك او يمكن سبب ثاني ما ادري. ورجعنا نشوف بامني وهي تجري من الوحش وفجاه لاحظت مرايا موجوده،
ويوم جت تطالع فيها سرحت لأنها أصلاً أول مرة تشوف شكلها جديد، قاعد تستوعب شكلها. بس طبعاً ما زال الوحش لاحقها، فكملت الهرب. وبعد ما قدرت تضيع الوحش فجأة لقت باب الخروج من جديد، نفس اللي كان بالبداية واقف قدامها ينتظرها تفتحه. يوم دخلت الباب صارت في مكان واقعي أكثر، الألوان هادية، التصميم طبيعي، يعني كأنها غرفة في مبنى عادي على كوكب الأرض. ولكن كانت الغرفة صغيرة فيها باب خروج ثاني. غريبة، مو هذا كان باب خروج، لا في واحد ثاني. فتحت الباب الثاني ومن جديد غرفة ثانية مختلفة شوي فيها باب خروج ثاني، وتكرر هالشيء أكثر من مرة لأن الكاميرا رجعت لورا وبين شكل العالم من فوق وكأنه في غرف مرة كثير أو ممكن حتى لا نهائية. وبنفس الوقت باب الخروج في عالم السيرك تبخر من جديد مثل ما تبخر في البداية. رجعنا نشوف البقية معدودة القبيحة وهي لسه تسالف تقرقر، إلا فجأة ينكسر السقف ويطيح الوحش المقلتش ويقوم ينهي مسيرة الدودة بمليون ألف ضربة. وبومني ما زالت تدخل غرفة ورا غرفة ورا غرفة لين وصلت إلى غرفة واحدة مختلفة فيها حواسيب مضيئة كثيرة وحاسوب واحد ومميز وكأنه قديم ومغبر. ونلاحظ أنه في جنبه نظارات واقع افتراضي، لكن بومني بدأت تنجن وقامت تضحك وما راحت للجهاز وكملت تدخل بالأبواب من جديد، لأن واحدة من الأبواب كان طريقها كبير وطويل وكأنه الزمن صار فيها ببطيء لأنها كانت كذا تجري ببطء. وأول ما فتحت الباب بوم وصلت إلى الفراغ من جديد وتطير فيه وهي مو مستوعب اللي جالس يصير أبدا. ويظهر لنا في مكان ثاني إنه كين وبابلز جالسين ومروقين في مطعم يضحكون، إلا فجأة الساعة الغريبة حق كين يجي فيها تنبيه إنه في أحد راح للفويد، وعلى طول يروح يسوي تلبورت لبومني عشان يرجعها للعالم الطبيعي، ووجهها حرفيا مجمد من قوة الصدمة. ودام كين وأخيرا وصل راح يقدر بقواه يساعد البقية، ونشوفه يقدر بكل سهولة يطير الوحش المقلتش ويدخلها في حفرة غريبة تحت الأرض. وهنا أنا انصدمت لأني حسبت راح يعالجه على الأقل، بس انصدمت إنه على طول حبسه. ولو نلاحظ في هذيك الحفرة المظلمة في وحوش مقلتشة بنفس الشكل كلهم لونهم أسود وعليهم عيون كثيرة، بمعنى إنه في أكثر من شخص صار له نفس الشيء وتحول إلى وحش. وهذا بعد يشرح سالفة الأبواب اللي كان محطوط عليها أكس في اللقطة حق الغرف. صراحة يحزن فكرة إنه كل شخص انجن يتحول إلى وحش وراح يحبس في هذا المكان للأبد، وظن هذا السبب اللي خلى البقية يتقبلون الموضوع لأنهم ما يبغون ينجنون ويصير لهم نفس المصير. وبعد ما انتهت مغامرتهم كانت الجائزة اللي راح يحصلوها هي أكل. بس لحظة، هم أصلا في عالم رقمي؟ وفعلا كينجر بدأ يقول إحنا أصلا ما نحتاج ناكل أو نشرب أو ننام، الأكل هذا فقط راح يعطي مخنا شعور يحاكي الأكل، ولكن إحنا بالفعل مو جالسين ناكل أي شيء. ونلاحظ أن كلهم جالسين على الطاولة حق الأكل وبومني لساتها جالسة تحاول تستوعب الصدمة من كثر الحاجات اللي مرت فيها اليوم. وحاجة شوي شاطحة لكن عجبني أجيب طريها بهاللقطة، إنه في خرافة يابانية تقول إذا انتقلت إلى عالم ثاني وأكلت أي شيء من أكلهم راح تعلق في هذا العالم للأبد. فممكن تكون هذه اللقطة إيحاء إلى فكرة إنهم فعلا عالقين للأبد هنا مهما حاولوا، لكن هذا كل اللي نعرفه الآن. لين في نهاية الحلقة ترجع الكاميرا لآخر شيء عشان تورينا الحاسوب اللي شافته بومني من أول يوم كانت تنتقل بين الأبواب أو بين الغرف، ولكن الفرق إنه شاشة الحاسوب كانت شغالة. وبوم تنتهي الحلقة. بصراحة هذه الحلقة حطمت توقعاتي، ممكن لأني أنا أصلا حطيت توقعات مرة قليلة، لأني مثل ما قلت كنت واخذ انطباع أنه واحد من هذه الألعاب والمسلسلات الجديدة اللي دمية مخيفة، شيء كيوت بس أكشن مخيف، واو شيء غير متوقع. بس هنا فعلا في قصة وعالم وشخصيات وكل شيء مكتمل واضح من الحلقة الأولى، على الأقل بالنسبة لي أنا I love it. والحين ندخل بكم نظرية أو معلومة بسيطة إضافية عن هذه الحلقة. أول شيء، هذه النظرية اللي شفتها في تيك توك كانت تقول الآتي: لاحظنا أن كل إنسان في هذا العالم له شكل مختلف، وهذه الأشكال ما هي مجرد شيء عشوائي، وأنه في الحقيقة كل شكل يعبر عن الحالة النفسية للإنسان اللي هو متجسد عليها. كمثال، راكدة عبارة عن لعبة مهترئة فيها كثير من التخيط والتصليح وحتى واحدة من أعينها مفقودة، وهذا يعطي وصف أنها كانت أيضا مستهلكة نفسيا من شخص في الواقع وكان يعاملها بسوء، وهو اللي ترجم هذا التعب النفسي والاستغلال إلى دمية واضح عليها الاهتراب. أو مثلا في حالة جانجل صاحب الأقنعة، شخص في الحقيقة مكتئب ولكن دائما يخفي اكتئابه بأنه يحط قناع الابتسامة والفرح، وهذا الشيء تجسد داخل العالم الرقمي على شكل أقنعة حرفية. بالنسبة لزوبل اللي شكلها جدا غريب ومبعثر، فهو عبارة عن كونها تحس انها هي بنفسها مبعثرة في الواقع وسهل انه اي احد يكسرها، وتحس انه في اي لحظة ممكن تفقد تحكمها. فقولوا لي وش رايكم بهذه التحليلات، هل تحسون انها صحيحة؟ واذا تبغون تحللون باقي الشخصيات قولوا لي بالتعليقات. معلومة ثانية حلوة انه اسم بومني لا يغركم انه مجرد اسم عشوائي وبس، لانه لو تروح للمترجم وتحط اللغة الراسية وتكتب بومني راح يطلع لك كلمة تذكر، واللي هو ممكن يكون تلميح على شيء معين انها تتذكره، بس بصراحة ما ادري وش هو.
يمكن أنها تتذكر طريقة الخروج أو تتذكر اسمها أو تتذكر حياتها، ما ندري. لأنه حتى يوم كانت بومني في الغرفة حقت الحواسيب لاحظناها تطالع الحاسوب لوقت وتسرح فيه، وكأنه شيء مألوف عندها، ولكنها ما اهتمت حتى تقرب عنه، كأنها ناسية وش أهمية الحاسوب هذا، مع أنه مين يدري ممكن لو راحت له كانت بتقدر تطلع. أدنو حسيت أنه من زمان ما دخلت جو مع شيء جديد كذا، وحرفيا أنا مو لحالي حبيت هالعرض الرهيب، لأنه في خلال 10 أيام فقط قدرت تجمع هذه الحلقة أكثر من 26 مليون مشاهدة، غالبا أكثر وقت نزول هالفيديو. يعني من التصميم والموسيقى والأداء الصوتي والأنيميشن كل شيء رهيب حرفيا، وشوف ناس مبدعة زي كذا أحس أتحمس ما أقدر. لكن أيا كان أحس تكلمت كثير لن شبعت. إذا تعجبكم هالنوع من المقاطع اللي يكون فيها تلخيص وشرح للأشياء، أظن بيعجبكم مقطع تلخيصات الأنمي. تفضل هالمقطع لأني تعبت عليه. أشوفكم على خير ومع السلامة.